أوضح سعادة السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة لا تألو جهدا في مراقبة العمالات الوافدة والوقوف على صحتها وضمان وجود أعلى المعايير الوقائية الآمنة في مساكنها، حيث أن الهيئة ومنذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 ومن خلال مراكزها وفرقها الرقابية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة حرصت على متابعة جميع حالات العزل الصحي الاحترازي لهذه العمالة ومعاينة وضعها الطبي والمعيشي بشكل مستمر. أنيط بنا مهام التعامل مع سكن العمالة الوافدة التي توضع في الحجر الصحي الاحترازي، أي أنها العمالة التي قد تكون خالطت ولم تأتي نتيجتها إيجابية بالفحص، ولكن الإجراء الاحترازي المتبع أن تجلس في سكنها لمدة أسبوعين. الهيئة مسؤولة عن عملية التواصل مع هذه العمالة، معرفة من يسكن أو التواصل مع صاحب العمل، فهذه المباني تنقسم إلى قسمين، الجزء الأكبر منها حوالي 59% منها هي سكن يوفره صاحب العمل، و 41% منها هو سكن حر. تتواصل الهيئة عن طريق فريق من المفتشين يدعمه فريق من متطوعين من الجاليات الوافدة لكي يساعدونا في عملية التواصل واللغة والترجمة. نتواصل مع العمال، نعرف أسماءهم وأعدادهم وما هي الأعراض التي عليهم ونسجلها في مثل دفتر الأحوال، ونرفع تقارير بها إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية كجزء من الفريق العامل. حوالي 110 مباني تحت إشرافنا، منهم حوالي 50 مبنى نوفر له الأكل، نوفر له كل الاحتياجات، ننسق مع الأخوة في الصحة العامة والداخلية لعملية فحص هذه العمالة، ننسق لعملية أخذهم إلى مراكز الفحص وإعادتهم، ننسق مع خروج العمالة من الحجر بعد انتهاء مدة الحجر عليهم والفحص النهائي. فلدينا فريق يعمل على مدى 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع كجزء من الفريق الوطني، ويتوزع في فروع الهيئة على مستوى المملكة لكي يقوم بهذه المهمة.